فيهم نفخر رجال ثورة نوفمبر تحدي والمستعمر اللي كان عليهم جاير عمير وشو زبانا شو هاد اللي هجرونا بنهدي بيفخرنا شخصية من نوادر طالك بيهم نفخر رجال ثورة نوفمبر تحدي والمستعمر اللي كان عليهم جاير علي معاشي وصابانا شو هاد اللي هجرونا بنهدي بيفخرنا شخصية من نوادر مهما اللي صار يصير حبك في قلبي كبير رافع راسي ونقول بلادي الجزائر رغم هذيك الجمرة وسنين المرة شموخك عمره ما يزول يا بلادي الجزائر تجمعنا اجيال المفاخر ما ما نكتم ونخبي مهما طال غيابي تكتبت في قلبي بلادي الجزائر لازم نصون الامانة واللي كان ما يفرقنا الجزائر تجمعنا اجيال المفاخر ما ما نكتم ونخبي مهما طال غيابي اتكتبت في قلبي بلادي الجزائر مهما اللي صار يصير حبك في قلبي كبير رافع راسي ونقول بلادي الجزائر رغم هذيك الجمرة وسنين المرة شموخك عمره ما يزول يا بلادي الجزائر السماء فتهدي النفوس الصراط السوي وتغرس فيها معاني البقاء شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ثم على اسم الإسلام والعروبة والعلم والفضيلة أفتح دار الحديث يا أبناء الجزائر إن العروبة من عهد بعيد إلى اليوم تحييكم وإن الإسلام من يوم محمد صلى الله عليه وسلم يحييكم أيها الإخوة لقد كانت العربية قبل اليوم وإن رباعها لمكهوة وإن قصاعها لمكهوة وإن رقاعها لغير ملتامة ولا مكهوة واكب نجم الشمال اندفاعا وتغمر أكوانه بالسلام وتبني المدارس عرض البلاد فيعلي ابن باديس صرح البناء ويرتاع مستعمر مستبد وتخشى الخفافيش نبع الضياء محمد البشير الإبراهيمي من أعلام الفكر والأدب الإسلامي في الجزائر صاحب ابن باديس في قيادة الحركة الإصلاحية وكان نائبه في رئاسة جمعية العلماء ورفيق نضاله لتحرير عقل المسلم الجزائري من الخرافات والبدع التي مكن لها الاستعمار الفرنسي الغاشم ولد الإبراهيمي في 14 جوان عام 1889 في بلدية أولاد إبراهيم بولاية بوجبوعريليج تعلم بمسقط رأسه على يد والده وعمه الشيخ محمد المكي الإبراهيمي الذي لاحظ أن الولد قد رزق حافظة عجيبة وذاكرة قوية فاستغلها في تعليمه
فجعل له برنامجا تعليميا في ليله ونهاره، وكان يملي عليه من شعر العرب القدماء والمحدثين. وحفظ البشير القرآن الكريم مع معالم مفرداته وهو ابن 9 سنين، وحفظ مع ذلك أثناء هذه المدة المتون المهمة في العلم، وتفقه في قواعد النحو والفقه والبلاغة، وشهد في يفاعته في منطقته كيف هجر الفرنسيون كافة القبائل التي حاربتهم في جبال بيبان دون رحمة أو شفقة. وسميت هذه الجبال بالبيبان لوعارة مسالكها وارتفاع قممها. وتوفي عمه سنة 1903، وقد ترك تلميذا نجيبا وعالما متمكنا، فخلفه الإبراهيمي في التدريس، وانهال عليه طلبة العلم من المناطق القريبة، والتزم والده بإطعامهم والقيام عليهم كعادة الأسرة. سنة 1911 رحل إلى الحجاز واستقر بالمدينة المنورة، أين تلقى تكوينا عاليا في اللغة والفقه والعلوم الإسلامية، حيث لازم كلا من الشيخ العزيز الوزير التونسي والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي، وعلى أيديهما استزاد من علم الحديث رواية ودراية، ومن علم التفسير على يد الشيخ إبراهيم الأسكوبي. ومن المدينة انتقل إلى دمشق التي استفاد من مدارسها ومشايخها. في عام 1920 غادر الإبراهيمي دمشق إلى الجزائر بعد أن عرض عليه الأمير فيصل بن الحسين تولي إدارة المعارف بالمدينة المنورة، لكنه رفض ذلك وقرر العودة إلى الجزائر، وبدأ بدعوته إلى الإصلاح ونشر العلم في مدينة سطيف، حيث دعا إلى إقامة مسجد حر غير تابع للإدارة الحكومية. وفي عام 1924 زاره ابن باديس وعرض عليه فكرة إقامة جمعية العلماء، وبعد تأسيس الجمعية اختير الإبراهيمي نائبا لرئيسها، وانتدب من قبل الجمعية لأصعب مهمة وهي نشر الإصلاح في غرب الجزائر وفي مدينة وهران، وهي المعقل الحصين للصوفية الطرقيين. فبادر إلى ذلك وبدأ ببناء المدارس الحرة، وكان يحاضر في كل مكان يصل إليه، وهو الأديب البارع المتكلم المفوه. وفي عام 1933 اختار ولاية تلمسان لممارسة نشاطه، وفيها أنشأ مدرسة دار الحديث عام 1937. لو علمت في القطر الجزائري بل في العالم الإسلامي رجلا له يد على العلم مثل يدكم، وفضل على الناشئة مثل فضلكم، لآثرته دونكم بفتح هذه المدرسة، ولكني لم أجد. فباسم تلمسان وباسم الجمعية الدينية بالخصوص أناولكم المفتاح فلهذه المدرسة.